انا من مدينه اسفي، كندير داكشي ديال الحوت. كنجيبو الحوت من المرسى وكنصايبوه وكنقادوه وكنلقموه وكنصايبوه شويه، كنديرو كندير دوك الشريكات، كندير كاسكروت، كندير فيهم شويه لاصوص داكشي صافي. معاد تقريبا شي 5 سنين دابا ولا 6 سنين. انا وراجلي كنت جالسين، قلنا لي غنوضو غنديرو هاد الحوت، شدينا واحد الموحين ونوضنا قلنا غنشتغلو فيه. كنتعاونو بجوج واشتغلت فيه داكشي وداز زعما مزيان صافي، وبقيت فيه ملي جاني مزيان بقيت فيه. جاو عندي شحال هادي، شي عام تقريبا جاو عندي تصوروا معايا، داقوا الكسكروت عجبهم، دخلوا المحل كلاو وشربوا، قالت لي احنا غندير لك واحد الكتاب واش يمكن تصوروا معاك. قلت لها يمكن. تصورنا معاها وداك الشيء، ملي تصورنا واحد العام، عام دابا صيفطت لي، عيطوا لي في التليفون، قال لي احنا واحد السيمانه وغنعيطوا لك غتجي عندنا للدار بدا واش ممكن. قلت لها يمكن صافي نجي. كيعني لي انا دابا فرحانه بهذا الشيء، لاني دابا انا مراه مغربيه خدامه على وليداتي وخدامه بدراعي، ما صافي يعني زعما انا فرحانه بزاف ماشي شويه. باغا نزيد المشروع ديالي، بغيتو يكبر. وما كرهتش نديرو في بلاصه، فشي بلاصه زعما يعني تكون رواجيه. انا شويه عندي المحل داخل المدينه الداخل، ما كرهتش نديرو فشي بلاصه تكون فيها يعني الناس من غادي نجي. عمرني ما نتخلع عليك، مزيان غادي في غاديه فيه.